متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصل للفضائية، حلقة جديدة من برنامج مهن وحرف يدوية راح نسلط الضوء بها على حرفة ومهنة جديدة. دائما نقول على أهل الموصل أنه هي إيدهم تنقصب ذهب، ومن يشتغلون شغلة يشتغلوها من كل قلبهم. وهاليوم راح نحكي على مهنة من المهن القديمة جدا اللي اشتغلوا بيها، الحزيمات والقرابات وحتى السرج. مهنة السراج من المهن القديمة جدا، وناس كثير اشتغلوها وأتقنوا هاي الشغلاي، وخصوصا أنه كان اكو جلود موجودة متوفرة هي اللي ساهم بتطوير هذه المهنة. وهاليوم تطورت هذه المهنة ووصلت إلى ما وصلت عليه الآن، وراح نحكي على تفاصيلها وراح نحكي على الناس اللي اشتغلوها، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل. قيل سابقا أجمل ما في الأعراب صفاتهم، واليوم أهلنا في القرى والأرياف لحد هذا اليوم يجون ويشتغون ويعتزون بالمواد الخاصة بحفظ الأسلحة. من ضمن عندك هذا مال برنو، وأيضا عندك قواتنا الأمنية فيما يخص قرابات أو الحافظات مال الأسلحة. مهنة السراج من المهن القديمة جدا، عاصروها الكثير من أهلنا وناسنا وجدادنا وحافظوا عليها لحد هذا اليوم. تخشع ناس اشتغلت هاي القطع، وناس اشتغلت الجزيدين والشنط، وسابقا كانت هذه المهنة حتى الأحذية تشتغل في هذه المدينة، في مدينة الموصل، من خلال الدباغين اللي كانوا يجيبون الجلد، ومن بعد ذلك يعملوها ويفصلوها بحسب ما يريدون، الشنط والحزيمات. عندك هذا حزيم الزبون، وأيضا عندك كثير من الشغلات اللي استفادوا منها أهلنا في كل العراق وليس في مدينة الموصل فحسب. هاليوم مهنة السراج هي من المهن القديمة جدا، وحتى أكو بيت يسمونه بيت السراج، على اسمه تسمت هذه المهنة. خلينا ناخذ تفاصيل هذه المهنة ونخوض في كل ما فيها، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل خليكم معنا متابعينا. مكملين حلقتنا عن مهنة السراج، وعن نحكي عن تفاصيل هذه المهنة ومن هم اللي كانوا في البداية يشتغلون بها. مع عمو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمو؟ الله، مرحبا. اخبارك؟ والله الحمد لله. الله يبارك فيك. نتعرف باسمك. جمال، جمال السراج. عمو جمال السراج، اليوم احنا عن نحكي عن مهنة قديمة جدا انت لازلت تشتغلها، اللي هي مهنة السراج. ايش قصة لك من تعلمت لهاي الصنعة؟ والله انا تعلمته من ابوي، يعني أبنا. نعم. عن جد يعني. نعم. هاي من السبعينات. من السبعينات هو. ايه. كان يشتغله. ايه. وعصب كان مكانه تقريبا؟ باب السراي. مكانه كان باب السراي. اشني الشغلات اللي كنتم تشتغلوها بداية مهنتكم؟ والله بالبداية كنا نشتغل احذية، يعني جلد، شحاطات. ايه. يعني انتم تشتغلوها بيدي؟ اشتغلها بيدي، ونشتغل نفس الشيء هم هاي الحزيمات والشنط، مع شنط حزيمات ما الظهر. كانت كلها تجي مثل ما يقول كل عمل يدوي، يعني يدوي. ما إيه ماكو مستورد كان. نعم. إيه. زين، الحجي انتقلت لي بالسبعينات اول ما فتح شغلايته، منو كان يعاونه؟ انتم لو كان عنده صناع جوا ايده؟ لا والله هو كان يشتغل بيده، هو بحده. ايه بحده. وهاي الامكانيات والادوات كانت هي نفسها لو تغيرت؟ نفسها ما تغيرت، الساعات تطور شويه شويه. كلها مكاين وبريسات وهاي الشغلات. نعم. إيه.
زين الجلد من وين كنتوا تجيبونه؟ من اي مكان؟ والله من الموصل، كلها مدابغ كانت تشتغل مدابغ الموصل كانت شغاله بالفيصلي كلها بالطيران هوني بمنطقه اسمه الدندان وهذه. نعم، اشنو مميزات الجلد اللي خلينا نقول اللي كان موجود بالموصل؟ بينهم فد مميزات معينه يختلف عن غيره؟ درجه اولى كان اضبط جلد، جلد الموصل كان. لان الدبيغين هيم كانوا يشتغلون مضبوط؟ هيم يشتغلون اي. زين هسه كلها توقفت. ليش؟ مواد غاليه. مواد ما الجلد. هذا الجلد يخلطونه براده مع الحديد ومواد كيميائيه و... فبالتالي حتى نحصل على هاي النوعية لازم يكون عندنا مواد أولية جيدة أولية في سبيل. زين أنت إيش وقت تعلمت على الصنعة؟ يعني خلينا نقول أول ما فتت بيها مع الوالد. والله تقريبا بالثمانينات تعلمتها. إيش قد كان معك بوقتها؟ إيش قد كان عمرك؟ كنت طالب والله، أنزل عيون أبوي والله. يعني طالب ويخلص دوامك. إيه أنزل عيونه إيه. أشتغل. إيش الشغلات اللي تعلمتها بالبداية؟ والله الفصال يعني السكين الشغلات. وهاليوم أنت مثل ما يقولون الأسطم والشغلاي ومثل ما يقولون أنت اللي مسكته. والله أنا تركتوهم رجعتوا عليها يعني بواسطة المنظمات يعني. منظمات دعمتني ورجعتوا. هو راح نحكي عليها لا السالفة بس أكو فقرة قلت أذكر لك إياها. هل يوم مهنتكم ذكرت لي بالبداية أنه كانت تتصل على الأحذية والشحاطات، اليوم هاي المهنة تشعبت يعني جناديات حتى عندك حزام الظهر حسب الطلب أنت ممكن تغيرون بيها لو أشهر. هو على الطلب نشتغل إيه، شعش يمشي عندنا نشتغله ويجونا فصال يعني توصي تفعل كلها قياسات قياسات يجيك صميم ضعيف هذه واكثر الناس اللي يشتغلون من عندكم قبل وهسه منو كان يشتغل قبل من عندكم؟ يعني خلينا نقول معيمين المحل مالكم سابقا منو؟ والله اكثر شيء الداخل الخارج اكثر شيء الخارج كانوا يجون يسحبون جمله جمله ياخذ كان الصعب. زين عمو ذكرت لي انه اكثر الناس اللي يستقطبون او يشتغلون الانتاجات مالتكم هي جماعه الداخل ولا الخارج؟ الخارج اكثر شيء. زين اشنو السبب يعني السحب عليها؟ والله هاي الشغلات يعني ما موجودين هناك. يعني ما مثل مواد غذائيه هاي الشغلات تلقيها وصلوا هاي موجوده بس مركز المدينه. زين يعرفون قيمه الشراء مالها قيمتها انه هي من جلد طبيعي من كذا؟ يعرفوها يعرفون يعني خلينا نقول لها عشاقين يجي يجي غيدي دور شيء اصلي يعني جلد ويعني مواصفاته مليحه و... زين ما يودوها مرات صوغه يعني خلينا نقول ياخذوها هديه يعني هم تعتبر هم من الشغلات الثقيله يعني هم يودوها هدايا ايش قد تطول بعمليه الصناعه مالتها يعني هاليوم على زمننا هذا خلينا نقول بعد ما انت صرت اسطى بالشغلاي يعني خلي مثلا ناخذ مثل هذه الجناديه هذا وشاح يسمونه هذا يسمونه وشاح هذا ايش قد طولت بصناعته؟ شلون كانت الصناعه؟ والله بيها شغل كثير، يعني القطعه طول بيها يوم كامل من عملها القطعه؟ اي زين الجلود مالتها هي جلود طبيعيه، مين استوردتها؟ او مين جبتها؟ والله عندنا هون واحد هو يجيب لنا هو اوصينه يخبر لي على بغداد يجيب لي هو من بغداد، زين هو بغداد هو وصيته تاجر مال جلد. بغداد اكو مدابغ يعني شغاله موجود هاي اللحظه؟ موجود اي زين اسعاره مقارنه باسعار الموصل سابقا مليحه يعني مقبوله نوعا ما؟ والله تقريبا ما ماكو فرق يعني ماكو فرق. زين عموها اليوم هاي المهنه مالتكم ذكرت لي ان اكو فقره قالت لي المنظمات بدت شوي شوي تعمل لك جيول صحيح. يعني دعموكم من ايش؟ من يا ناحيه انه وفروا لكم بيئه وفروا لكم مكان واشنو؟ والله دعمونا ماديا يعني ماديا ماديا يعني مثلا ايش محتاج ماكينه يجيب لك ماكينه محتاج مواد يجيب لك مثلا مواد نعم هكذا طيب السرج مال الخيل ايضا كنتم تشتغلون سابقا؟ ايه كنا نشتغله قبل بس انا ما كنت اشتغلته انت ما كنت اشتغلته بس خلينا نقول هي من القبل كانوا يشتغلونه هو قله هسه يشتغلونه يعني هسه بالموصل يعني تقريبا ما انقرض انقرض زين اشنو مواصفاته سابقا؟ انا لا اذكره حسب ما كانوا يلقون جلد من هذا النعل يشتغلونه ثخين ثخين ايه مال الجاموس نعم هسه يمكن اذا موجود غالي غالي. اذا موجود يعني يطول بالشغل والله نعرف يعني على حسب معلوماتي فوق المليون يعني حقه مليون مليونين زين عمو هذا اهم شغل ايدكم هذه الحزامات هذا الحزام اهم شغل خلي شوي ناخذ نظره عليها هذه ايش قد تطول بعمليه الشغل مالته خلينا نقول والله هاي امسكها مثلا ما قطعه وحده درازن امسك اشتغل درزن بدرزن درزن بدرزن درزن مثلا اعمله اسود درزن قهوه ايش مميزاته عمو؟
هسه احنا نعرف الصيني نهارين وسلم لي هذا يتخ ويتعب هذا ايش المميزات والله هذا جلد يعني هذا يقاوم كثير يطول بينه مثل ما يقولوا النوع من العمليه بالشغل فبالتالي ما بسرعه ينقطع وتشتغلون حسب القياسات اشتغلوا قياسات هي يبدا من المترو 10 للمترو نص اكو ناس يشتغلون من عندكم ياخذون كجمله لا جمله ما بس مفرد مفرد بس هي. زين خلينا نقول ايش قصه 10 بالمفرد يعني 10 بالمفرد 6 على بيو وبيها مجال هم يعني للطيبين خلينا نقول بيها مجال زين اليوم الصيني الثلاثي باربعه وتشتغلين وتنقطع يعني راسه ما يطول شهر ما يطول شهر شهرين ليش مرات المستهلك يعني حتى بصوره عامه المواطن يفضل المستورد برغم انه الصناعه اليدويه عندنا بالموصل لا يعلى عليها والله على مود الرخص يا بس والله على مود من, من رخصه زت نص مثل ما يقولون يعني انت اخذته هو امكانيته هكذا يعني ما هي شوف اليوم انت نحن نحسبها عمليا يعني اليوم 6000 هذاك اقول ب 3000 بس هذا راح يطول معك يمكن تقريبا سنه سنتين اكثر هذاك شهرين وينتهي صحيح زين عمو من جينك شنو قاعد تشتغل هاي ايش نهايه شغله قاعد تشتغلها هاي والله هذا نقش هذا تنقش يعني نقش. حتى النقش بالايد اي باليد يدوي كل الشغل يدوي هذا اشنو هذا مال ما شاجور قراب ما شاجور ما شاجور مخزن يعني صممه نسمينه مخزن يعني انت راح تعمله راح يصل الى هاي الدرجه خليه اعمل حزام اي واخلي له ثلاثي بلون وثلاثي بلون يعني سيت كامل يصير نعم نعم زين القصيصي بيجوك هم من مرات يوصون على ياخذون يدات هاي البغا يدات مسكيكين نعم جعب زين عمو ايش قد صار لهذول القدماء احنا نسميهم اللي يشتغلوا ايش قد صار لهم وهل عاشرت او عاصرت واحد منهم القدامى بشغله عيدكم؟ والله كلهم كانوا يمنا جيراننا ويمنا وين باي منطقه هوني لو باب السراي اكثر شيء كان يعني انتم اصل سوقكم باب السراي؟ باب السراي نعم وين بالضبط العوجي مالتكم مال باب السراي؟ بالخان كنا بخان الثقيلين يم قهوة السرحان اها يم قهوة السرحان نعم 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 وهاليوم هل موجودين لو غيروش؟ اكو اثنين ثلاثه موجودين بعد جماعتنا نعم لحد هسه يمكن يجوهم عالم ويعرفوهم على المعيميل انتم صنعتكم صنعت معيميله معيميله ايه بس ما مثل قبل يعني قلت كثير قلت اي والله زين هاليوم انت تتوقع انه هاي المهنه مالتكم فيما لو تم تطويرها قاعد تتغير نضاف لها شيء باعتبارها من المهن احنا نسميها التراثيه اليوم احنا نتذكر يمكن المسلسلات العربيه وحتى المسلسلات العراقيه لما يذكر هذه الطابع من المسلسلات وخصوصا البدويه تغشع هاي الزينه مالتهم كلها الجناد تتوقع انه هاي المهنه راح تندثر لو راح يصير عليها تطور والمصانع مالتنا اللي تشتغل هاي الامور وين من القضيه والله بالنسبه لليدويه راح تندثر والله تندثر لان يعني كلها يجي جاهز ومكاين يعني منظره احلى بس اشنو ما بينه يعني متانه ما بينه نعم هذا يعني جاهز احنا نقول هذا جاهز بينما انتم شغل الايد بالايد تشتغلون بمحبي ومثل ما يقولون تحسون فعلا بقيمته وانتم تشتغلون يعني هسه ذكرت لي نهار كامل عم تشتغل هاي نهتم بينه اي نهتم بينه اكثر زين المعامل اللي كانت تشتغل هاي النوع بالمول معقولين ما عندنا معامل تنتج تكرم احذيه حزيمه ما عندنا اكو ظل كم معمل عايش طولهم زين قبل كانت اكثر يمكن المعامل كانت اكثر يعني كلها عزلت نعم للاسف الشديد كل مهنه بها نوع من احنا نسميها من المعاناه مهنتكم جميله جدا ويمكن القاصي قبل الدانيه وفي النهايه المهنه مهنه خدميه يعني تمام بس للاسف هي حاليا ما بيها دعم ما بيها لا ما تذكرت لي فقط طلب المنظمات كان الساعه عزلت كان ماشي هناك اصلا صحيح عمو نشكرك على هاي المعلومات ونسال الله سبحانه وتعالى الرزق والعافيه الله يبارك فيك ودائما ان شاء الله نغشعك مستمر بصنعتك وتعلمها الولد الولد عيش الله يخليك حبيبي حبيبي متابعينا مكملين حلقتنا لهذا اليوم فاصل ومكملين
واكيد مكملين حلقتنا عن مهنة السراج وعن نحكي عن تفاصيل هذه المهنة، والتقينا بالقدامى اللي يشتغلون هاي الشغلاي. راح نقول له السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمو؟ عيون الله يبارك فيك. تعرف باسمك؟ محمد السراج. ونعم منك استاذ محمد. ايش قصار لك تشتغل هاي الصنعة؟ هاي الصنعة صار لي بيها تقريبا اذا من 23 الى 24 سنة. ما شاء الله. يعني حاولت اطور نفسي بها. طورت بها نفسي يعني بشغلات كثيرة، من نوع الأجهزة اللي جبتوها، دقة العمل أكثر، يعني كثير طورت نفسي بها، والحمد لله أنا مفخور بنفسي بهذا الشغل. ونعم منك يا أبا. أستاذ محمد، أي شيء تعلمته بالبداية؟ منو علمك إياه؟ الأهل، الوالد؟ هي مهنة جدي، يعني جدي أبو أمي، فأخذتها وطورتها أنا وشريكي أبو عبد. ونعم منك. احكي لي على بداية صنعتكم، أشون بلشت؟ ويصب بيا مكان، وأشني الشغلات اللي كنتم تصنعوها فيما يخص مهنتكم؟ والله شغلات كثيرة كنا نشتغلها، يعني من شنط، نحن أغلبيتها كنا نشتغل شنطة. فمن الشنط حولنا نطور نفسنا، رجعنا على المهنة اللي أقدم هي شوية بعد. اللي هي مهنة القرابات مال السكيكين، الحزيمات، القرابات مال العسكري، وطورنا نفسنا على هذا على هذا الامر. ساعدكم تشعب كبير بشغلاتكم اليوم يعني حسب ما طلب السوق. انا بالنسبه لي يعني كمهنه جدي ما كانت هاي المهنه نفسها، فطورناها على مهنه اقوى واحسن. نعم. بالنسبه لنا يعني كموقع يعني. نعم. زين، سابقا الاقبال كان من قبل الفئات العمريه الكبيره على شغلاياتكم. انت ذكرت لي الشنط. الشنط الجلد الطبيعي ما يشتغل اذا ما واحد، صح، اذا ما يعرف قيمته. يعرف قيمته يجي نعم. عليها. اليوم المستورد تقريبا قضى على هذه قضى ما نقول قضى عليها، وانما مهنه شغلايتنا تعبت، يعني ما مثل قبل. كانت قبل يعني الطلب عليها والاقبال ازيد، واحنا نتمنى هذا الاقبال يرجع مثل قبل. نعم. يعني المهنه هذه مهنه حره، يعني ايوه، ابداع فيها، نوع من الابداع. نعم. وبها ذوق. اكيد. نعم. زين، احكي لي مثلا انتم من كنتم تشتغلون الشغلاي، تفاصيل مهنتكم يعني ابديلية من المنبع الى المصب. ان يجيك مثلا واحد يقول لك اريد لي شنطه او اريد لي قراب، ايش نبلشون بالشغل بيها؟ نحن نبلش بيه يعني الساعة مثلا جاني شخص هوني على هاي الشغلاي غاد له حلقات. فانا حاول اطلع له الجلد نفس اللون، داق الساعة هذا حاولت وطلعت له هو نفس اللون مالته، النقشات هم انقشه يدوي. نعم. هاي كلها نقشات يدويه، كله نقش هوني، كله حفظ هذا. نعم. دعينا السيدة تلاحظ ممكن علينا إذا بالدقة أقوى. هذا الحفظ اشتغلت بيدك لو بالمكينة؟ يدوي. لا يدوي، هذا يدوي. عندي أجهزة تحفظ وعندي يدوي. نعم. فإحنا بالحرفية نشتغل يدوي. الجلود مالكم من مين تيجي؟ الجلود كلتها يعني إحنا نقول عراقية، نستوردها من العراق. يعني من محافظات، خلينا نقول. أكيد من. نعم. من المحافظات. قبل كانت كلها هوني من الموصل، دبيغي الموصل كان يجيبوا لكم وينطوكم. أكيد كانوا كلهم من الموصل. نعم. بس هسه حاليا كله يعني يجي يعني من محافظات. نعم. زين، انت ذكرت لي انه المكاين مالتك تطورت وبديت تضيف عليها، احكي لي على آلية التطور بالبدايه. ايش كانت العده مالتكم؟ العدد مالتنا كانت يعني عن عباره عن ماكينه اللي هي نشتغل بها. نعم. وثاني شيء عندنا شغلات يعني نواعم، يعني ما كان عندي هذا الجهاز الضخم. ما كان عندي هذا الجهاز الليزر. فحاولت اطور نفسي بها. نعم. فالحمد لله الله وفقنا وجبنا هاي الاجهزه وطورنا نفسنا بها. اول خطوه انه هي لازم تختار الفصال وتقوم تقطعه اكيد اقطع عندي هذا الجهاز، يقطع لي عبر شفرات معينه. نعم. اشتغل بهذا الجهاز، من هذا الجهاز احوله الى الميز هوني عندي، اقصقصه مثلا، ارتب القياس اللي اريده انا واحوله الى الماكينه الى ما تنتهي. قبل ما شويه نشتغل معاك اريد اسالك سؤال، هل يوم انت واكبت القدامى بهاي الصنعه مالتكم من فترة معينة؟ أكيد. يعني ذكرت لي أنه جدك أكيد. ما معقول ما كنت رحت على محله كنت شعت فلان أبو فلان، تذكر أحد بهم؟ والله أنا بالنسبة لي ما أتذكرهم، يعني أسمع بهم، يعني ما كنت أتذكرهم كشخص. حاج زكي السراج. أكيد. حاج عبد السلام هذا اللي يذكرهم. وأنا جدي هو سي صبيح السراج. صبيح السراج. صبيح السراج. الناس كانوا تعرفوا على اسم، تيجي عليه نوم. نعم. مرحبا عمو صبيح، نعمل كذا. صبيح يجون على صبيح يشتغل لهم، كان بوقت الشنط كلته هم كبس، كان عنده أجهزة تعتبر ماركة بذيك الوقت. أجهزة كان يعني والدي كان
من ضمن اللي ساهموا بيها واشتغلوا معانا. نعم، اكو شخصيات كانت تيجي تشتغل، انا دائما هذا السؤال شويه يثيرني. مسؤولين يجون يوصلون نعم عندكم. نعم نعم. ملوك يعني اكو مرات احنا اهل الموصل بينا شغله حلوه، يقول لك يابا كان الملوك يتعنون على مثلا فلان شيء على فلان شيء. انتم على شغلايتكم كان اكو ناس تيجي تستقطب هاي الامور؟ اكيد اكيد، ضباط يجوني، يجوني يعني من رؤساء كبارهم يجوني هوني يشتغلون هاي الشغلاي، بانه لانه الشغلاي حرفيه ومثلا يريد يفتخر بيها مثلا قدام والجلد اللي هو اسمه يعني من يتخلى يعني مثلا العسكر الجلد. العسكر سابقا كانوا من يلبسون القيافه مالهم ما تخلى من الجلود الطبيعيه. أكيد سواء الا كحزيم او كوشاحات احنا نقول عليها. زين سؤال عمو، هيئة التصنيع العسكري كانت هم تشتغل بالجلود يعني هم تعملها بالجلود؟ أكيد أكيد لا، هم كان عندهم تصنيع جلود. نعم، لأنه هي هاي الشغلاي لازم يعني يجيبون بها جلد، شغلة التصنيع العسكري من حزيم تكرم من بوت من كذا. نعم. أكو يعني يشتغلون بها. هل يوم أكو معامل تشتغل شغلايتكم؟ لا معمل ماكو، بس أكو يعني محلات شبه معامل اللي هي أكو بغداد ومحافظات الأخرى، هم أكو هكذا مثل صنعتنا الى ما اوسع شويه. نعم، وبذكر صنعتكم الحزيمات والشغلات اللي تشتغلوها، هل يصير عليها استيراد يعني هم اكو ناس؟ نعم من خارج العراق ما فقط من المحافظات. اكو من خارج العراق يجي بيها حزيمات تركيه اجنبيه يعني من خارج العراق، وعندنا الشغل العراقي وانا اخشى عليه اقبال اكثر من الشغل التركي. هذا شيء جميل جدا. أيه. أكو أيه. الحمد لله اكو اقبال علينا. زين طمشنا على صنعتك عمو، يعني أيه. مثلا هاليوم احنا نريد نعمل او خلينا شعش عندك الشغلات اللي كنت اشتغلتها. أيه. هذه هي الماكينه مال ايش؟ هاي الطبع، هذه الماكينه اطبع بها الحزم، ادخله الحزام من هوني. نعم، يطلع عندي مطبوع كامل بهذا هذا. هاي النقشات، هاي النقشات عنديها مثلا، هذا مال حزام غفيع، هذا مال حزام اعظم من اللي هو العسكري. نعم، ونشتغل على هالموجب واعطيك احول بيها يعني افتحها واحول بيها الشفرات الاغيده. نعم. ايش عندك بعد شغلات هسه؟ ايش يعمل اخوي هون؟ خلينا نساله. اشونك؟ اخبارك؟ شريكك يمكن؟ شريكي نعم. نعم. من اول ما فتحنا المحل انا هو سوا وبقينا الى هذا اليوم. ايش حيشتغل هسه؟ يا ريت تشرح لنا. هسه حزيم حيشتغل. حزيم؟ هسه حاليا قصيتونه. قلمتونه وسويتونه تقليم. نعم. من بعدها راح نقليله بطانه يتبطن. نعم. بيتخيط. بعد التبطين والخياطة ندخله بالآلة مع النقش. النقش هاي كلة النقش حسب ما هو يطلع. حسب ما الزبون يريده. حسب ما يريد. نعم. أكثر شيء عمو حاليا إقبال على العسكر يعني يجون يأخذون من عندكم شغلات؟ لا عندي مدنيين يأخذون من عندي هم شغلات كثيرة يعني. الحزيمات يعني حتى هذا عمال يجيها ما بس العسكري يجي. نعم. حزيم يأخذوا عامل يعني. وعندي حزام ما الظهر ام عاد اشتغل يدوي يعني. يعني شغلتنا هسه حاليا جعبه النجار. جعبه من النجار نشتغل خام ونشتغل جلد. نعم. زين هسه عمو انت تعمل مال يمكن مال قلت لي مال السيف. اي نعم. اللي احنا نسميه ايش نسميه؟ يعني نسميه بزيم هذه لو اشنو؟ هذه مثل الحلقه حتى شني يخلي له من هون بزيم يعلقه بالحائط كديكور يعني. ايش قد طولت بها هاي؟ يعني انا عاد اغشعها مصبوغه وجاهزه ونقشي. ايش قد طولت تقريبا؟ كلها 10 دقائق. 10 دقائق. اطول او اكثر وقت تاخذه باي ما شغله يعني بالحزيم لو بالجناديه لو ايش الشغله اللي تاخذ يعني من عندك وقت بالشغل؟ اي وقت بالشغل. كل شغلات النقش والحرفيه تاخذ بيدي وقت. نعم. يعني اكثر مما سعره هي يعني جزء. نعم. سعره مثلا قليل بس وقته ازيد. نعم. هالشكل يعني هذه اللي تاخذ بيدي وقت. أوكي. شغله النقش. خلي جيب لنا والله بس جيب لنا بعد من الشغلات او الشغلات اللي انت يمكن اشتغلتهم خلينا نغشع المشاهدين. جيب له. اي والله. ابني جيب له حزام ما الظهر وجيب له وشاحات. طبعا هي اصبحت اكثر ما يقولون هي ورشه ليست فقط محل البيع. اليوم نشع الاستاذ هون يعني يشتغل الحزيمات. يمكن حتى وقت ما عندهم لان دائما لازم يسلمون الطلبيه. نعم. بساعه وقته. لازم. هذا حزام ما الظهر. حزام ما الظهر الطبعه مالتنا. ياخذون اكثر شيء اهل القاعات يمكن. أي بالتمارين. نعم. وما أكيد تمارين. اكيد. اشقد تقريبا يطول على ما تشتغلوا هذا؟ هذه حسب الصبغ مالته، اذا كان صبغ يطول مثلا شغله نص ساعه. نعم. كامل يعني نص ساعه اطبع واكمل واخلص. نعم. اما اذا ما صبغ عندي شغل جلد عندي مثلا مدبوع دباغه هو من الشركه. فما يطول بيدي يعني كثير. نعم. زين سالتني عن الصبغ، انت الصبغ هذا موجود هسه من تجيبه؟ انا هذا اجيبه كله صبغ طوز. من العطار اجيبه اعمله. العطارين موجودين هم يجيبوا لكم اياه؟ وعندي ادوات مثبته اللي هو. نعم. نعم. اثبت الصبغ وارجع اصبغ بيه. هاي اشني هذه؟
هذه جعبه من النجار اللي هي الاقبال عليها هسه حاليا اكثر شيء جماعه العمال خلينا نقول مال بني وما بني. هاي الجعبه جلد اشتغلها وعندي نعم. جعبه خام اللي هي هذه تجيب السوداء الخام هذه همينه حلوه السوداء جيب الخام هاي تطول عندك يعني اذا انت تشتغلها ودي يشتغلها منك تطول عنده على قولة هذا عمه مثل ما يقول ما عليه شغله يختلف عن هذه هذه ما بيها قطر تخياط كبس كله فحل وثاي كله كبس اما هذا لا شغله هذا عندي شغله اسرع من هذا هذا شوي يصير اغلى السعر لان نعم تعبوا اكثر تعبوا اكثر نعم خلي غشينا هذه هاي الجعب اللي عندي الاخر هاي ايش هم شغلكم هذه هم شغلي والعلامه مالتي هوني سراشه الاخوين نعم نعم سراشه الاخوين هذه ما جلد هذه هذه الخام هم عليها اقبال هم قوي هذه نعم اذا هاي الشغلات انتم ترفضون بيها خلينا نقول مجتمعاتنا وخصوصا الفئه العمال لان دائما ما يصير شغلهم ورزقهم وهاي الامور عليها زين اليوم قيافتي للجيش العراقي انتم مساهمين بتطوير بعض الشغلات يعني هسه اليوم الجناديه الكذا يجوك ناس منتسبين ضباط يوصلك حسب الذوق اكيد لازم يعني اكو شغلات يغيروها مكمل احنا نسميها اكيد اكيد يعني هو ما بس تصويرها هو حسب ما يريد مثلا يصور بيها ويريد يعني نشتغل له شغلاي اللي هو خاصه مثلا يعني يلبسها هو يعني يفتخر بيها يعني مثلا عندك عمو بصراحه هاي من جيتو استقطبتني وعجبتني هذه هذه جلد هذا كله جلد ايطالي هذا ايطالي ايطالي يعني هذا جلد جلد مستورد هذا مستورد بس انت كنت صممته بطريقتك الخاصه أكيد. اللي عاد الاحظ بين انه حتى اللون مالته فشيء بارز جدا نعم. اكثر ناس تشتغل هكذا نوع اشنو اكثر ناس تستقطب هكذا نوع من نسميهم بابه عرب يعني اكثريه بابه عرب للزي العربي اهلنا في خارج الموصل نعم للزي العربي يعني يلبسونه نعم. هذا نعم تعتبر نوع من الزينه والتفاخر نفس الوقت أكيد. هي أكيد. من تراثهم نعم فبالتالي تغشع مزيني ومصممي بهذه الطريقه ايش خد طول من عندك ايش خد تاخذ من عندك وقت هاي من تشتغله هذه تاخذ تقريبا اذا اشتغلها بوحده يعني خاصه نص نعم. ساعه تاخذ بيدي زين عم وصلنا عندكم هسه انت ذكرت ان انت عاد تتطور شويه شويه وكذا هل من الممكن انه في يوم من الايام نغشعك او نغشع عمو هوني تفتحوا لكم مثلا مع مرور الزمن معمل نعم. وترجعون الصناعات الموصليه القديمه يعني هسه من ينذكر او من ينذكر الصناعات فيما يخص الاحذيه فيما يخص الشنط الحقائب الحزامات ترى احنا ينضرب بين المثل بالصناعات نعم. أكيد. هل من ممكن اذا توفر لك دعم سواء حكومي او ممكن منظمات نغشع في يوم اكو معمل نعم. باسم الموصل وباسم جنابك ان شاء الله انا اتمنى هذا الشيء يعني قدموا لنا بوقت قدمنا على منظمه نعم فجو هوني و عملوا مقابله ويانا بس ما طونا شيء نعم يعني اسعدنا الاجهزه يعني دبرنا فلوس منين وينا يلا جبناها على مود موفرها يمنا نعم نعم المنظمه ما وفرت لنا يعني لو احنا ذكرنا انه لو توفرت هاي الامور احنا ممكن نغشع معمل قد تتوفر الاجهزه نعم يتطور الشغل يتطور المعمل نجيب عمال مثلا عشان وتوفر يد عامله وبالتالي يصير يصير عندنا ممكن براند يخرج من الموصل يعني ليش ما عمق الحرفيه انقرضت ماكو نعم بيجوز يعني الكبار السن اكثر شيء يدوروا على الشغلات بس انت ايش عاد تعمل هوني ايش هاي الشغله بطانة. ها هاي تبطنها بماده معينه ايش هي الماده شمع اذا عمليتكم جميله جدا وشغلاتكم وصنعتكم كثير حلوه نسال الله سبحانه وتعالى الرزق والعافيه احنا اخذنا منك معلومات وافيه عن شغلتكم الله يبارك فيك وان شاء الله فديوم نغشع لك فد اسم معين فيما يخص شغلاتك حبيبي عمو حبيبي عمو متابعينا اكيد غشعتم واستمعتم هذه هي مهنه السراج بيها كثير من الجمال وبنفس الوقت تصنع باليد هذه المنتجات ويشتغوها اهل القيول اهل الناس اللي يعرفون قيمه انه الشيء ينصنع باليد فاصل ومكملين حلقتنا لهذا اليوم
وأكيد متابعينا مكملين مهنتنا لهذا اليوم، مهنة السراج من داخل أروقة مدينة الموصل. وحالياً راح نلتقي بأيضاً من القدامى جداً بهذه المهنة من السبعينات تقريباً هو يشتغلها والحد يومنا هذا. السلام عليكم. السلام. أشلونك عمو؟ الله وبركاته. الله يبارك بعمرك. نتعرف باسمك. نشوان دلون سراج. عمو نشوان السراج، حسب ما ذكر أنت من المعاصرين لهاي المهنة واشتغلت من أيام قبل، من السبعينات تقريباً؟ 76. 76 بلشت بيها. منو علمك إياه بالبداية؟ والدي. والدك. اي دلون سراج. نعم. أباً عن جد أخذت من الشغلاي. لا لا، أبوي سراج وأخذته من عنده. زين، بداية أشون كانت الصنعة؟ أش كنتم تشتغلون؟ والأهم من هذا، هذا محلكم كان لو كان عندكم محل آخر وموقع آخر؟ لا لا، محلي كان فوق بالدغيج. نفس المكان هذا؟ اي نفس العمارة بس فوق كان. نعم. اي زين، ما كنت تواجه صعوبة من يجوك العالم لو عادي على المعيميل؟ لا لا، عندي معيميل اشتغلهم. ايش سر هذه المعيميل؟ ايش قصة اغلب معاك وايش سر اللي يخليهم يتعنوا لك؟ والله على الشغل المضبوط غير. شغل المضبوط. اي لازم. ايش شغلاتك كنتم تشتغلوها بالبداية؟ قراب مسدس، حزيمات، حزيمة الحجاج. نعم. اي وحزيمة البرنو. اي هاي كل واحد صاعدكم اختصاص بها للشغلة، يعني اكو شغلة اختصت بشغلة اخرى؟ والله هي السراج هي شغلته. نعم. اي السراج من يسمع هذه المصطلح يقول لك يابا اللي يشتغل بسرج الخيل. هم ايضا كان اكو عالم يشتغلون هاي الشغلة؟ اي كان يشتغلوها. هم نفس الصناعة تعتبر؟ نفس اي نفس السراجين كان يشتغلوا هاي الشغلة. هاي. نعم. زين، عجب هسه توقفت. والله هسه الاستيراد عيجيبه من الخارج. يعني المستورد افضل من المنتج المحلي؟ وحاليا هسه ما حدا يشتغل هون بالموصل. زين، ايش السبب؟ هل انه تاخذ وقت على ما تعمل؟ اي تاخذ وقت، تاخذ وقت السراجه على مود يعمل السرج. نعم. ذكرت لي انه هاي الحزيمات مال الاسلحه والاعتده انت كنت بتشتغلوها. هذه سابقا هم كان عليها اقبال وطلب؟ كان اقبال عليها. اي نعم. من اكثر شيء من الناس العسكريين هي نفسهم لو ايضا ممكن شخص مدني يشتريها؟ لا، نقول الخارج. القرى الرياف اخذوا منها. نعم. زين، صنعتكم هاليوم في مرحله من التطور بوجود التقنيات، بوجود الاجهزه، لو بعدكم عاد تشتغلون على القديم؟ دخل اي هسه دخل عندنا البريس، دخل عندنا البريس القوالب. نعم. وشغلته اسرع. اي زين، خلي شوي نخشع شغلاتكم او منتجاتكم. هذا ايضا شغل ايدك؟ هذه هذا شغلنا هذا. نعم. هذا جراب مال مسدس احنا نسمينه. اي جيل الطبيعي انت تشتغل بايدك. زين، هاليوم من جينا خشعناك عاد تقطع بعض الامور، ايش نهايه تصاميم لاي شيء؟ هذا حزام مال برنو. حزام مال برنو هذا الشكل يطلع، يطلع بعدين بهذا الشكل. حد هسه اكو ناس يجون يطلبون؟ اي اكو اقبال علينا. نعم. ورغم انه سلاح البرنو من الاسلحه القديمه جدا، يمكن حتى ما تلقينه يعني. والله ما هو صاحبه معتز بينه فلازم نشتغل حزيم يدلله مثل ما قال. اي اي يعني انتم يجوكم اكثر شيء اهل الجيول. جيول ها. واي شغله واي فصال تخص الجلود وتخص خلينا نقول الاعتده والاسلحه انت تفصله، ما عندك اي مشكله؟ ما عندي اي اشكال. ايش اشكال معنا شغلتي هذه يعني. نعم. زين، عمرك اشتغلت بالشنط؟ بالسبعينات. بالسبعينات كنا نشتغل شنط وجزران. والله بايش قد كانت بوقتها هي الشنطه اللي تبيعوها؟ ما شنطه كنا نشتغل مال المدرسي. مال المدارس كنت تشتغلون؟ مال المدارس. ما شاء الله. اي بعدين جاء هذا الصيني وجاء. اي شلون كان الفصال مالته؟ صندوق لو مربعه لو اشنو؟ كانت لا مربعه وبها بزيمات نايم. اي دقه من قدام. قبل كانت التكلفه مال الجلود مناسبه انه تبيع او يشتريها خلينا نقول المستهلك بسعر مناسب لو ايضا كانت غالي؟ والله هو حسب الجلد ايش قد كان. قبل كان الجلد رخيص، كان اهم مناسب يعني. نعم. اي كان اكو مدابغ بالموصل. اي اكو مدابغ، هسه ماكو مدابغ قليله انقرضت يعني. اي والله بغداد موجوده بس بالموصل لا. نعم. انواع الجلود اللي كنتم تشتغلون عليها، اشنو افضل انواع الجلود؟ والله جلد البقري وجلد الجاموس. نعم. وجلد الغنم، الغنم خفيف هذا يكون نشتغله مثلا يعملوا ابو القماصل. ايه يعني كل نوعيه جلد تستخدم لشيء معين؟ شيء واحد. ايه ذكرت لي مال الغنم لاي شيء يستعمل؟
الغنم يصير قماصن ما قماصن ما الجلد. نعم. واحنا نشتغل بالبقري. هذا بقري هذا؟ هذا البقري. نعم. اي ونشتغل مجاموس هذا مجاموس. نعم. هذا مجاموس. هذا مجاموس. بعد الدبغ وبعد الترتيب، ايش هي مراحل الدبغ؟ انا غير اعرف، هل عندك معلومات عنها؟ لا ما عندي معلومات. اصل سر الصنعة ما دباغين خلينا. اي ما دباغين ما عندي عنها شيء. انت بالنسبة لك تجيك من المواد خام. كاملة كاملة، يجي كامل الجلد. نعم. عمو حسب ما ذكر انه شغل ايدكم قبل كانت منتشره بكثره، هل اليوم ايضا ما زالت منتشره لو اكو ناس بطلوها للصنعه؟ لا اكو بطلوها الشغله، اي اكو هسه يمكن 2-3 من السغيجين القديمين ظلوا. نعم القديمين العاصروا الكل. اي بس هذول 2-3. زين سالنا كثير من الناس قالوا منو اللي دخل هاي الصنعه على الموصل؟ ما كان عنده معلومات. اللي دخل الصنعة على الموصل جت من تركيا هي. من تركيا. اي اي جو السغيجين محمود السغاج القديم. نعم. حاج محمود السغاج وسعيد السغاج قرايبهم. هم جابوا السغيجي جدا جابوا السغيجي من تركيا على الموصل. نعم. هل يوم ايضا اكو بيت مشهور جدا بالموصل اللي هو بيت السراج يعني. هو ايضا نتيجه المهنه اللي يشتغلها؟ ما نشتغل جدا جدا اشتغل جدا اشتغل بيت السراج. نعم. وما زالوا لحد هاي اللحظه يشتغلوها؟ لا لا كل واحد الساعه يشتغل الشغل هاي. اها بس انتم هم يسموكم سراجين باعتبار انه صنعتكم. اي تمام عاد صنعه. اي نعم. عمو بصراحه انا اريد اخشع الشغلات من منتجاتك، ما في اذا مصورنا يغشعنا هي نريد نقوم حتى نطمش المتابعين انتاجاتك وابداعك. هاي انت كن اشتغلت بيدك، هاي التطريز هذا شغل يدك هذا؟ هذا كله بيدنا هذا. يعني قطعة قطعة تفصيلة تفصيلة انت تشتغله؟ هذا كله اشتغل بيدنا هذا. اها. ايش قد تطول بيه نهار كامل تقريبا؟ لا لا. اقل من نهار؟ اي اقل يعني. اقل من نهار. زين. هذه مال الحديد مال الرباعين. قاعات مال الرباعين. طبعا شغل متقن انا قاعد انتبه هاي انه شغل الموسم ما شاء الله. هاي مال قرابات مال المسدس. هاي الشنطه حيل عجبتني خدتو شويه اطمش المتابعين. هاي ايش قد طولت من اشتغلته؟ هذه خلينا نقول يوم كامل. يوم كامل. يعني كلها من الجلد الطبيعي. الجلد الطبيعي هاي. نعم. بعد ايش عندك ايضا خلينا نطمش هاي ايش نهايه الفوق هذه؟ هذا من خلع ولادي. خلع ولادي ها. إيه. هاي مال ذوي الاحتياجات خلينا نقول عليها. اي نعم نعم. هاي انت همينة تشتغله؟ اشتغل تو. اي حسب خلينا نقول حسب الاحجام. الاحجام نعم. وبيها فائده يعني فيما يخص. اي والله تفيد الاطفال. مثل القالب نحن نسميه. اي لازم يلبسه اذا عنده خلع ولادي. نعم. حزيمات ايضا هم مشهور بيها. هذا حزيمات. هذا حزيمات. هذا مال ايش هذا؟ هذا مال زبون. مال زبون. ها مال نفس الموصلي القديم. أي أي أي. نعم. ما زلت تشتغل لحد هاي اللحظه؟ اشتغل. اي اكو ناس يستقبلون اكو طلب علينا. اي ما شاء الله. اي قصابين هم ياخذون القصيصين ياخذونه. نعم. أي. هذا هم مال الزبون بس شكل اخر خلينا نقول له شنو. اي كل واحد شكل كل واحد لون. خلينا نغشع. هاي مال السكيكين. ها ما شاء الله عندك يمكن جزيدين هم تشتغلون لو اشنو هذه؟ هاي قرابات مال كلبشات. مال كلبشات هذه. هاي مال اخوتنا واصدقائنا بالقوى الامنيه ايضا تشتغلوا شعار جمهوري. هاي مال هذا مال السكيني. مال السكيني مال قصيصيب هذه. كله من مواد اوليه. كله جلد هذا. جلد. زين ايش عندك بعد شغلات؟ هاي هذه هذا جزدان جزدان هذا الفلوس. ايه. هذا ما يعرف قيمته الا اللي يعرف قيمه الجلد الطبيعي. اصلي هذا. ايش قلعه تبيعه تقريبا يطلع ب 10 لو 10 و10 تمام يا دوب. لان الصيني ب 5 خلينا يمكن اسبوع و اي يودع تخشى يتهالك. هذا الاخ هذا ايضا هذا قراب مال سلاح. اي تمام. زين اللي يجيك يقول لك انا اريد هذا اللون اريد هذا الفصال هاي التشكيله موجود. وانت تشتغل مثل ما اي نشتغل له. اي نعم والله غشعني. هاي اخر فقره اللي هي مال برنو ثقيلي وما شاء الله مرتبي. هذا نهاغ ونص. نهاغ ونص تشتغل بيه. ايه. من الجلد الطبيعي. واللي فعليا اللي عنده قطعه برنه لازم يدللها. ايه. هذا النوع. اي هسه هذول اشتغلتوهم هذول لحق هذول بعد عاد يشتغلهم هسه. بعدك عاد تشتغلهم. نعم. هذه هي المواد الاساسيه مالته خلينا. اي هذول راح اشتغلهم هسه وصلنا عليهم. نعم نعم. يجوك ايضا الكباري بالعمر على شغله الحزيمات مال الحجاج. اي زين هذا كله من الحجاج. نعم.
عاشت ايدك عمو، اخذنا منك معلومات بصراحه جميله جدا. هذا ايش فائدته؟ هذا يمسك الظهر خلينا نقول، يمسك الاحرام. ها يمسك الاحرام. نعم الاحرام هذا يمسكهم وخلي فلوس بينهم. نعم ويتخلى بينهم فلوس. ايه عمو احنا نشكرك على هاي المعلومات استاذ نشوان المبدع في مجال عمله. هاليوم انت هتحافظ على موروث جميل جدا، يمكن اهل الموصل القاصي قبل الدانية، وكل هو المهن الحرف اليدوية بدت تتبدد، ولكن هاليوم من خلالكم انتم هذا الجيل هتحاولون تحافظون عليها. ايه نحافظ عليها، ما نعوفها ان شاء الله. يعني هاي الشيء يدوية تعلمت عليها. وعلمت ولادك؟ علمت ابني عليها الحمد لله. هاي هاي شغله حلوه انه انت اليوم علمت انه على الفصال. نعم. على الخياط. نعم. على هذه. نعم. شوي حتى شوي. مثل ما يقولون تستمر هذه المهنه وما تنقثر، يعني احنا جمال مدينتنا بتراثنا. تراثنا حبيبي عمو. متابعينا الكرام مثل ما شفتم دخلناكم في جوله داخل محل عمو نشوان السراج، وعرفنا ايش الشغلات اللي يشتغلها واللي ابدع بها. فاصل ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. مكملين حلقتنا لهذا اليوم عن مهنة السراج، وراح ننتقل إلى مكان يباع فيه إنتاجات الناس اللي تشتغل بهاي الشغلة. خلينا نتعرف على صاحب المحل. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك صديقي؟ حبيبي قلبي. تعرف باسمك؟ كرم. كرم يا حبيبي. هاليوم أنت باعتبارك أحد بائعي أدوات خلينا نقول المنتسبين والقوى العسكرية، يصير عندك إقبال من قبل إخواننا على الجلود، خصوصا الجلود اللي تخص الأسلحة والأعتدة، هل اكو اقبال قوي عليها؟ طبعا اكو اقبال، وخاصه عندك على الصناعه الوطنيه اللي تتم داخل الموصل. نعم. حتى داخل الموصل هم يسحبون المعربات من عندنا. نعم. من الجمله. ليش؟ ايش السبب؟ لان يعني يشتغلوها بتقان هون بالموصل. والجلود نجيبها من يجيبوها من افضل انواع الجنود. نعم. فنحن هون ما نسحب من الشمال ولا نسحب من الجنوب اللي هي الاسواق المركزيه مالتها. نعم. فنسحب من هون. هي اكو باقي المحافظات، يعني اكو عمل عليها. هاي اكو عمل عليها بخبار قوي. ليش؟ الجلد مالته هون بالموصل يشتغلوها جلد اصلي. هنوك يخلطون معاه المشمع. المشمع هون لا، يشتغلها بتقان. يعني هاي هم تلعب دور انه شخص يشتريها. شيء اكيد، وخاصه عندك الجلود الاصليه اسعارها تصل اسعار عاليه. نحن نجيب الجاهز. الجاهز زين. المستورد هم علينا اقبال؟ لا ما مثل هذا، ما مثل الاصلي. ولهذا يجيب بس الصناعه الوطنيه. نعم. واللي يجيك حسب الفصال، حسب الموديل، حسب ما عنده من ملابس، من قوه، يعني هاي كلها تلعب دور. حسب من عنده ملابس، اكو من يلبسوا على النطاق، اكو من يريدون يلبس مدني، اكو من يريد جلد اصلي يتقاوم عنده. نعم. لان المستورد ما يطول شهرين ثلاثه، هذا عندك سنتين ثلاثه يمشي بوجهه. ما عليه شيء. ما عليه شيء، حسب نوعيه المسدس اللي يلبسه. نعم. اكو نوعيات مسدس ما يصير عليها الا فصال نوع. اكو يعني مسدسات بسبب الحجم المتفاوت اللي بيها. الحجم متفاوت بالمسدسات القديمه، مثلا عندك مسدسات قديمه صغيره فلازم يفصل فصال. نعم. اما المسدسات الجديده فلها جوكر احنا نسمينه. كل المسدسات القديمه قياس واحد. احنا نقول قياس واحد. زين، ايش الشغلات اللي انت متجيبوها؟ يعني خلينا نقول اللي هي الكلبشات، الجرابات مال المسدس، احزمه الحزام اللي هو نطاق، حزام كنطاق العريض. نعم. كجلد صافي. نعم. اكو عندك مكان المخازن. اكو مكان كلبشه. هاي كل انت متجيبوها؟ كل نجيبها نحن. نعم. من عنده، هو معمل خاص بينا داخل، ما المحل هون يعرض، نحن نعرض بس المعمل داخل. نعم. نعم استاذي العزيز. زين هاليوم انتم كمحل المفرد، خلينا نقول هاي الجلود مالتكم او اللي انتم بتشتغلوها، عندكم ناس تتعاملون معها لو انتم عندكم معملكم الخاص؟ لا، ما نستقبل من جمله، عندنا ناس جمله تشتغل لنا ونحن نجيبها. نعم. احنا فقط نبيع. نعم. يعني انتم بس مفرد؟ مفرد نبيع. اها. عندنا ناس نسحب من عندنا. اكو معامل يعني لو بس ورش، اكو معامل تشتغل هكذا؟ لا ورش. ورش في الوقت الحالي ورش. ورش. ورش لان ماكو دعم من الحكومه. نعم. ماكو دعم من الحكومه تفتح معمل. نعم. كانت قبل
ايضا ما عدا هاي الامور اكو سابقا كانت الجعب والشنط. الشنط اللي هي حتى الشنط مال السفر، الشنط هاي تشتغل قبل، كانت قبل تنشغل بالجلد. لا هي تشتغل بالجلد بس هسه العالم تاخذ على رخص، تاخذ المستورد. يعني ما يجيك احد يوصيك انه انا اغير لي شنطه مثلا؟ هو حل اهل الورش يشتغل معاهم دايركت على اهل الورش، دايركت على اهل الورش يعرفون اهل الورش تشتغل، من احنا ما نجيبه. شغلنا على المستورد بيهم. نعم. زين قبل كانت معامل السراجه تشتغل يعني حتى البساطيل ايضا من ضمنها كانت انه بما انه هي تعتبر جلد طبيعي كانت الاحذيه ايضا هي يشتغلوها. نعم معامل كانت بالسرشخانه. نعم شارع نينوى. هل اليوم موجود عندكم هاي البضايع لو هم انقرضت؟ ماكو هسه الجلد التركي. كله تركي، كله مستورد. كله مستورد. نعم استاذ كرم، خشعنا من زرنا الورش هاي اللي تشتغل بهذا المجال، خشعنا يعملون قرابات مع البرنو. خلينا نقول الأسلحة الفلكلورية القديمة. القديمة. هم يجوك معنا يوصوكم عليها يمكن جماعة المفرد؟ لا نحن يعرفون وهم بشرط انه كيف يفصلوا فصال، وخاصة عندك جماعة البدو الربيعة مناطق القضية والنواحي. فلي حد الآن هم يستخدمون البرنو. نعم. يأخذوه كزينة، ياخذوك جماليه بالبيت. ما يستخدمه يعني هو. نعم. الناس تاخذ الاسلحه المتطوره بس هذا ياخذه كزينه بالاعراس يلبسه. نعم نعم نعم. اكثر الالوان اقبالا من قبل الناس اللي تيجي تشتغل من عندك، اي الوان اكثر شيء؟ عندك اللون الاسود، الجوزي، القهوائي. اكو من يلبس مثلا عندك الدشداشه يلبسها بيضاء فيلبس عليها الاسود الجوزي، اكو من دشداشته قهوائي او اسود ياخذ الالوان الفاتحه عليها. نعم. يعني يفضلون اي نوع من الجلود؟ جلود البقريه لو يعني هسه هذا اكثر شيء، هذا جلد البقري يمكن هذا يسمى جلد البقري هسه بالضبط. نعم. ابغى شيء عندنا جلد البقري هو القبال علينا. نعم. ما يسمى بجلد الرامبو هسه. الرامبو؟ الرامبو هاي التسميه مالته. زين هل هنالك جلود مستورده غاليه؟ يعني هسه اليوم مثلا انا قال يكون رتبه او كذا واذا فصل لي فد شغله تكون غريبه الاطوار نوعا ما، ممكن اجيب مثلا جلود ايطاليه جلود كذا؟ اكو موجود بالورش هذا على قد الفصال، على قد الفصال. هذا الجراب اذا تبيعه ب 12000 هذاك المستورد الايطالي ما يعادل 50-60 الف اقل شيء يصل حقه. بسبب الشغل، بسبب الشغل، الجلد ونقله ولاته. نعم 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 نعم. الله يوفقك ويرزقك استاذ كرم، نشكرك على هاي المعلومات البسيطه اللي اخذناها من عندك. تزدلل. وكل التوفيق لك. اهلا وسهلا بكم حبيبي. مثل ما رشيت متابعينا اتبعنا هذه المهنه وهاليوم وصلنا الى المستهلك، والمستهلك هو المحلات اللي تبيع المفرد، وحكينا على تفاصيل هذه المهنة وما يستهلك من أدوات ومواد مصنوعة من جلد طبيعي سواء من قرابات أو حتى أدوات الكلبشات والتفاصيل اللي تخص مهنة رجال الأمن. خليكم معنا مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن فاصل ونكمل. المهنة يا شعتيالي معروفة بالموصل كله، يعني هي شغلة الجلود الطبيعية. يعني هسه مثلا انا جايب هذا السيف اعمل لي قراب حمالات عليه كله جلود اصلي. نعم. ويعجبنا نراجعهم على احزمة اصلية، يعني احسن من التجاري واحسن من الصناعي. يعني جرابة تشتغل المنتج الوطني يعني شغل بالايد. ايه نعم طبعا احسن. نعم. تكرام احذية جلد طبيعي. ايه. نعم. زين اشن تشع اسعارهم؟ اسعارهم كلش مناسبة. مليحة يعني. يعني هسه انا مثلا لابس حزام هاي صار له 4-5 سنين. اشتغل تجاري ما يطول شاغين ثاثي. نعم. زين بالتالي تعتبر هذه المهنة حاليا في طور التطور لو تشعها مندثرة؟ لا لا تطور موجودة. واكو المحلات لا زال يشتغلون يعني بشارع حلب وباب السراي لا زال موجودين يعني. نعم. بالنسبة لك كمستهلك ايش اكثر الشغلات اللي تشتغيها؟ يعني فقط احزمة لو عندك امور اخرى؟ والله الشغلات هي الاغلبية الاحزمة حاليا، بس اكو كل منه حسب حاجته هي لها.
هي وقلت لك هي هاي الأحزمة هاي لها ناس خاصة نعم ما تلبسها ناس عامة يعني وهم من نوع الـ 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 التراثي يعني التراث القديم يعني نعم. تستهلكون هكذا نوع من المنتجات خصوصا انه اليوم عندكم من العادات الجميله هي ارتداء الجناديه او نحن نسميها الاحزمه الطبيعيه والله هسه ماكو ما ظلت هسه هسه الناس صارت غير شكل كانت هذه يلبسها دقاقي الا ما يعجزها وتستهلك هسه ماكو كلها شغلات خاصه يعني نعم تشوف المنتج الوطني خصوصا فيما يخص الجلود جيد من ناحية الاستعمال من ناحية المتانة ما تشوفه أفضل لو أنت ممكن تشتري الجلود الصينية أو الجلود المستوردة طبعاً الأثرية القديمة اللي مشهورة اللي معروف عنها مشاهدينا متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية نقلنا لكم تفاصيل مهنة السراج وحكينا على تفاصيلها أشون تطورت ومع مرور الزمن تغيرت هذه المهنة وأشون أكو ناس تركوا وأكو ناس لحد هاي اللحظة حافظوا على تفاصيل مهنة السراج انتظرونا في الأسبوع القادم بتفاصيل حلقة جديدة ومهنة جديدة إلى أن ألقاكم تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنا محدثكم محمد البكري.